هذه أيضا من علامات الساعة. الأولى كثرة المال، المال فتنة، كثرته ليست علامة خير، علامة شر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبتلي الله بها الناس، فيحصل الحسد، يحصل تقاطع على الدنيا، ويحصل القتل على الدنيا، ويحصل شرور. يفيض المال في آخر الزمان، وهذا ليس علامة خير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والغنى يطغي، الغنى يطغي. فيحصل بذلك شرور من فيضان المال. ومن كثرة المال يصير عند الناس كلهم، ما يصير فيهم فقراء، بحيث إن الرجل يخرج زكاته ولا يجد من يستحقها أو يأخذها من فيض المال بأيدي الناس.